وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد مازن أنور رئيس القسم الرياضي الإلكتروني بصحيفة الأيام. مساء الخير سيد مازن، وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. كيف تنظرون إلى أهمية يوم البحرين الرياضي؟ مساء النور، حياكم الله. طبعا مثل ما شفتوا اليوم كان يوم وطني، هو يوم وطني بالنسبة لمملكة البحرين. اليوم الرياضي يعتبر حدث على مستوى البحرين كامل. شفنا جميع المؤسسات والهيئات سواء الحكومية والقطاع الخاص وحتى الرياضية كلها احتفلت باليوم الرياضي. طبعا أعتقد أن الرياضة على مختلف الأصعدة هي يعني اليوم مجال حيوي ومهم جدا. الرياضة تحولت إلى صناعة، وأيضا الرياضة اليوم تؤثر على الفرد والمجتمع. لذلك أنا أشوف أن اليوم يوم مهم جدا لممارسة الرياضة. مثل ما قلنا على الفرد، هي لها تأثير على نواحي كثيرة بدنية ونفسية وذهنية وعوامل كثيرة، وأيضا على المجتمع. مثل ما قلت أن الرياضة تحولت إلى صناعة، وتحولت الألعاب إلى مثل ما نقول منصات لصناعة الأبطال. فاليوم أعتقد أن كان يوم مميز في البحرين. كنا موجودين اليوم في حلبة البحرين الدولية، وشهدنا افتتاح يوم البحرين الرياضي. مشاركة تقريبا 42 اتحاد لعبة رياضية كانوا متواجدين في مساحة واحدة. فأنا أعتقد أن تخصيص يوم للرياضة في مملكة البحرين أمر مهم جدا، لأن الرياضة مثل ما قلت لها فوائد كثيرة، وطبعا لها عوائد أيضا كثيرة على الفرد والمجتمع. نعم، وما هو دور وسائل الإعلام في نقل أحداث هذا اليوم الذي يعني يدعو إلى تشجيع الرياضة في المجتمع البحريني؟ والله بالنسبة لنا احنا في وسائل الإعلام يعني حاولنا أن احنا نسوي أكبر تغطية ممكنة ليوم البحرين الرياضي. احنا صراحة أولا أحب أن أشيد بجهود المؤسسات الرياضية أو المؤسسات الرياضية في مملكة البحرين أو الجهات الرياضية اللي خصصت ليس يوم واحد فقط، أعتقد بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة طبعا رئيس الهيئة العامة للرياضة. أعتقد سمو الشيخ خالد وجه أن يكون الاحتفال بيوم البحرين الرياضي، هو صحيح أنه هو اليوم اللي هو الثاني من فبراير، ولكن أعتقد أن الفعاليات راح تستمر في 3 أيام، 2 و3 و4 في حلبة البحرين الدولية، وهذا بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد ليعطون مساحة لأكبر شريحة من الشعب البحريني والمجتمع البحريني وحتى المقيمين في مملكة البحرين للمشاركة. وإحنا دورنا كوسائل إعلام علينا أن نسلط الضوء على هذا الحدث، ونحث قلنا الأفراد اللي موجودين في مملكتنا أن كلهم يمارسون الرياضة، لأن مثل ما قلنا الرياضة صحيح أن يعني مو الكل ممكن يمارس رياضات معينة، ولكن ممارسة الرياضة حتى لو كانت رياضة بسيطة لها أثر على الفرد، وبالتالي أثر الفرد يجب أن ينعكس على المجتمع بالكامل. فالرياضة مثل ما قلت هي يعني تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالأفراد والمجتمعات. نعم، السيد مازن أنور رئيس القسم الرياضي الإلكتروني بصحيفة الأيام كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.